بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. ضمن مشروعنا ديوان الخليج أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وشخصياته وأسره وقبائله، وقد ضمناها مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب، وهي متاحة للجميع. تستطيع أن تصل إليها عبر محرك البحث جوجل بكتابة ديوان الخليج. مر معي كثيرا ذكر رجل يعد من أشهر رجال الملك عبد العزيز تركي بن ماضي، وهو من المزارع من بني تميم. ولد رحمه الله تعالى في حدود سنة 1322، ونشأ في كنف رجل صالح له ذكره ووجاهته السياسية والاجتماعية، فهو من أسرة تعد من مشاهير الأسر التي اعتمدت عليها الدول السعودية الثلاث. تركي بن ماضي يا سادة، مما لفت انتباهي في سيرته أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان قد أسند إليه المهام وهو ما زال شابا صغيرا، يعني عمره ما يقرب من 20 سنة، يرسل إلى حائل، ثم يرسل إلى عسير مع بعض أمرائها، ثم يرسل وعمره ما يقرب من 20 سنة لمفاوضة الإمام يحيى الدين في صنعاء. والإمام يحيى في ذلك الوقت كما نعرف كان ندا للملك عبد العزيز رحمه الله، لكن استطاع الملك عبد العزيز أن يكسبه إلى جانبه وأن يسكن الأمور والخلافات بينه وبين يحيى حاكم صنعاء. ثم أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى تركي بن ماضي مع وفد للإدريسي، وأرسله بعد ذلك مع وفد لإمرة الجنوب. وفي تلك الأثناء كان يؤهله لأن يكون أميرا، ولذلك تولى إمرة الضفير وإمرة نجران وإمرة عسير وغيرها من النواحي. وكان يعتمد عليه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في الكثير من المعضلات إبان توحيد المملكة العربية السعودية. والحقيقة هناك أخبار كثيرة عن هذه الأسرة الكريمة، أسرة الماضي، وعندي لها العديد من الوثائق، لعلي لاحقا إن شاء الله تعالى أقف مع تركي بن ماضي وغيره، وإنما أردت أن أشير هنا إشارة سريعة.